في عنا احتفال مهم وبدي منكم تتمنوا لي التوفيق. صدقيني ما في داعي للطلعة من البيت يا بنتي، فيكي تجي على الجهة الثانية كيف ما بدك وما حدا رح يحكي معك أي شيء. رح تجي تسلمي بالأول ونتمنى لك التوفيق. ملهر أنا ما حكيت ولا كلمة، بس كنت عم بطلب من كبيرة العيلة وجدي يطلعوا من البيت بس شوي صدقني. ليش أنا قلت لك شيء فهميني. هات حلو مو هيك؟ خليني ورجيها. يا كبيرة شوفي خيط الطيارة كتير قوي، نحنا رح نفوز بالمسابقة كمان هاي المرة. إلا كان تعرفوا شو؟ زوجي فيفيك سبق وتحدى جارنا وفاز عليه، مزبوط؟ مسابقة الطائرات الورقية وأنا كمان بدي. ايه منيح منيح، خليها تفهم. مسابقة الطيارات الورقية اللي بتصير وبيشتركوا فيها الأزواج مخصصة بس لنوع معين من الأزواج، وكل الناس بتعرف زواجهم شو وضعه، هن مرتبطين بس بالاسم. يلا امشي. لوين رايحة يا كبيرة؟ لتكوني يعني خايفة مني ومن قوة ملهر لما نلعب. ايه شكلك عن جد خايفة انه نحنا نفوز عليك يا كبيرة، لاني كتير شاطرة بهاي المسابقة وملهر احسن مني بكتير لسه. مين بيعرف مين رح يفوز بهالمنافسة ومين رح يخسر؟ اها ايه ما فيك تفوزي بالمنافسة بهالحكي، بهالمنافسة منعرف مين الفائز ووقتها بنحكي. اذا كنتي حابة تشتركي معناتها حابة تخسري. ما رح امنعك. يلا امشي. يلا. يلا امشي ملهر، لازم نتحد كرمال نربح. طبعا. ملهر شبك انا ما شاركت فيها عن قصد لحتى ازعجك عن جد، بس لانه حسيتهم عم يهينوك بالكلام وانا ما فيني سامحهم ابدا على هالشي، مشان هيك تحديتهم. عن جد؟ صدقني. يا سلام يا سلام، اهلا وسهلا فيكم، اهلا وسهلا فيكم، برحب فيكم جميعا. تحياتي. هاتون ايدي. مثل كل سنة كمان هي السنة وبهيك يوم مميز راح نبلش مع بعض منافسة الطائرات الورقية بين كل هاي الأزواج الموجودين معنا. راح نبلش مع تصفيق كبير. يا ترى راح يقدر فيفيك كمان هاي السنة يفوز وياخد الكأس من بين كل المتسابقين؟ يلا خلونا ننطر ونشوف شو راح تكون نتيجة المسابقة. تصفيق. خلونا نبلش المسابقة بكل حماس وتحدي. يلا خلونا نشوف، الكل رح يعرف النتيجة أول ما نخلص المسابقة. ملهر ليك لسه نحنا في معنا وقت كتير كبير، انت مسك بالخيط وأنا بطير الطيارة، أنا شاطرة كتير بتطير الطيارات وساق فيني. لا وقت تكون واثق من حالك وقتها أنا متأكدة رح تكون أفضل حدا، متأكدة. يلا تعال. كلكم زافوا. يلا جاهزين شباب؟ رح أعلن افتتاح المنافسة بعد ثواني، وبتمنى التوفيق والنجاح لكل المتسابقين. يلا الكل يردد معي ويقول هالجملة. جاهزين يا شباب؟ جاهزين. خدي مسكية. ملهر بترجاك ركز شوي. يلا. يلا يلا بسرعة. ليكا. جميع حلقات هذا المسلسل متوفرة على وياك مجانا وبجودة عالية.